بسم الله الرحمن الرحيم. ودي شكل السوسة اهي. رفعها الزحمة. وفتيها اللي قدامك اهي. يعني هو من حقه يعرج زي ما انت بتقول. انا جاي للحاج هلال من يوم ما كان جاي من السعودية. قال لي قلمة يعني؟ طب ما هو جاي قريب، هو عايز تعمل من شهرين. والله من شهرين هو عايز تعمل. انه مش من النهارده ولا امبارح، ده من شهرين. افتح هذا الكشاف كده. شوف دي ريحة كريمة. هتطيب؟ هيطيب. شوف عامل ازاي ولسه فيها شغل. السوسه بتيجي مني بقى من قله التجليم ده ومن الوحل. دي شغله السوسه، بتاكل الحفر كله زي ما انت شايف كده. حجه ما فيش اللي هو في الزريبه وحله ايه؟ ما هو انت بقى ما تجلمهش، انا بقى سنه ما تجلمش. ولا متجلم قريب؟ مش سنه ولا حاجه. النبي سنه. ده السوسه دي من زمان. في السوسه دي بقى لها 4 أشهر بتاكل في حفر. لا يا 4 شهور السوسه دي بتبدا من هنا يا عم. ده هو متكلم من حوالي 4 أشهر 5 كده برضه. طيب بعدها السوسه اشتغلت. انت عارف لو حته صغيره تفضل تاكل تاكل فيه لما تاكل الحفر كله زي ما انت شايف كده. يعني الناس تاخد بالها وتكلم الحمير يا حجها. عيني مش هيتكلم ولا هيقول لك كلمة. يقول لك الراجل اللي مش هيقول لك حاجة. ده بالفعل يعني ان هو مش هيتكلم. فالناس يعني يعني ايه هتقول لك؟ يعني الاهمال ده غلط. طبعا الاهمال غلط في اي حاجة. شوف في عيني واصلة عند فين. طب ما تاخدش لها حقنة دي ولا حاجة. حقنه؟ علف انت بس، علفها بس و هيتاخد له مرهم تحط عليه كل يوم وخلاص. وزيت ساخن بملح. زيت ساخن؟ على ملح. ماشي؟ ماشي. اشحلك فوق. شيف ان شاء الله احمر. حوافره مش كلها زي بعضها، اللي ده اللي بطول بس. ما هو تشيل الحفر ده تعبان. الحفر ده اساسا تعبان، مفيش الزاويه بتاعته بايظه. يعني الطول ده من التعب؟ امال ايه؟ الحفر ما هوش سليم اصلا. احنا كل ده عشان خاطر انت. ما ايه بندق بالراحه عشان ما توجعكش. وانت مش عاجبك برضه قد الحمار؟ هو لسه في حته صغيره اهي بس صعب عليه قوي. يعني الحلوه دي الحته دي صعبه خالص. جبنا من قدام كده من عندك من تحت كده. الحته دي اصعب حته فيه.
احنا لازم ننضفها ليه؟ لان ممكن تشتغل. اللي احنا انقطعنا عليها موضوع انتهى. مرحبا، ازيك يا حبيبي؟ بسم الله، هنظبط لها الزاوية بتاعتي. هو شغال اليومين دول ولا واقف؟ واقف. ما بيعملش حاجة؟ لا. طيب، احنا هنظبط لك الزاوية دي كده اهو، ماشي؟ ماشي. والعرض هيكون حفر كبير شوية، نركب له حدو. ماشي. عشان دلوقتي دق المسامير هيبقى صعب. ماشي. ماشي يا حاج؟ ماشي. دي؟ لا لا، شوف كده، كل التعب ده اصلا من الوحل. شوف الرجل الثانيه سليمه اهي، بس عليها جله. الجله ده بقى بتاكل في الحافر وبتعمل سوس. والله يعني تنظيف دي مصلحه؟ امال ايه؟ والله يعني كل ما الاقي رجل عليها حاجه كده انضفها لازم. مثلا اغسلها بعود قشه. ماشي. لان الجله ده اهي بتاكل في الحافر لما بيكبر. يعني شوف دي متاكله اهي، ودي سليمه بس عليها جله. ماشي. فالناس تاخد بالها. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.